بعد مرور 5 أسابيع للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وإحنا بنلقي نظرة على الاقتصاد الإسرائيلي، الحقيقة لقينا أنه في خسائر باهظة في إرباك اقتصاد إسرائيل اللي كان بيعاني بالفعل أصلاً قبل الحرب في ظل سلسلة من الأزمات الداخلية. وذكر تقرير بحثي أصدره بنك إسرائيل المركزي أن غياب الآلاف من العمال عن وظائفهم بسبب الحرب المستمرة بالفعل كلف اقتصاد إسرائيل حوالي 2,300,000,000 شيكل أسبوعيا، أي حوالي 600 مليون دولار، يعني يعادل تقريبا 6% من إجمالي الناتج المحلي في أسبوع. خلينا نروح مع حضراتكم نعرف تفاصيل أكتر حول هذا الموضوع. معنا عبر الهاتف دكتور هاني الشامي، أستاذ اقتصاد والمالية والعميد السابق لكلية التجارة جامعة طنطا. صباح الخير حضرتك يا دكتور، أهلا بك معنا في برنامج التاسعة. والحقيقة حتى الآن الاقتصاد الإسرائيلي يتداعى بالفعل، يعني هناك انعكاسات كبيرة جدا على الاقتصاد الإسرائيلي جراء هذا التصعيد في قطاع غزة. كيف ترى يا فندم الاقتصاد الإسرائيلي؟ مساء الخير يا فندم على حضرتك وعلى المشاهدين الكرام. الحقيقة طبعا زي ما حضرتك ذكرتي أن الاقتصاد الإسرائيلي فقد حاجات كتيرة جدا أثناء الحرب، ومن أهم الحاجات اللي فقدها الحقيقة الوظائف. الاقتصاد الإسرائيلي كان معدل البطالة فيه تقريبا 3%، وده معدل كان متدني وشيء كويس جدا عندهم، لكن في الفترة دي فقد 950,000 وظيفة، فنقدر نقول أن معدل البطالة دلوقتي تقريبا وصل 21%، وده معدل مرتفع جدا. طبعا فقد الوظائف جه من طبعا الحرب وتداعياتها، من استدعاء حوالي 350,000 من العاملين والموظفين لقوة الاحتياط وضمهم للجيش، وطبعا إخلاء وتم إجلاء لحوالي 140,000 عامل وموظف من أماكنهم نتيجة الحرب. فكل ده أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة لشكل يمكن ما كانش موجود قبل كده في الاقتصاد الإسرائيلي، وده الحقيقة بيعمل تداعيات جامدة جدا على الناتج المحلي الإجمالي. يعني نقدر نقول إن الناتج المحلي الإجمالي في الربع اللي احنا فيه ده اللي هو ابتدأ من 1/10، ان الحرب طبعا بدأت 7/10، فنقدر نقول الربع الأخير من سنة 2023 متوقع انه ينخفض فيه الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل 11%، وده طبعا بينذر بكساد وكساد، نقدر نقول ركود، بس احنا لمدة ربع سنة ما نقدرش نحكم عليه انه ركود اقتصادي، لكن نقدر نقول بكل ثقة ان إسرائيل دخلت في كساد في الربع الأخير من 2023. طبعا ده غير عجز الموازنة العامة للدولة اللي وصل تقريبا زي ما حضرتك ذكرتي يعني مبالغ جامدة جدا، احنا بنتكلم العجز كمان ممكن يصل إلى 23 مليار شيكل، يعني تقريبا بنتكلم في 6 مليار دولار. يعني طبعا الضرائب أثرت بشكل كبير، وعرفت حضرتك ان الموازنه العامه للدوله في اي دوله بتعتمد على الايرادات الضريبيه، وجزء كبير طبعا بيمول المصروفات من الايرادات الضرائب. ايرادات الضرائب بسبب طبعا الظروف الحرب وتاجيلات الناس انها تدفع الضرائب العاديه، ضاعت الضرائب بنسبه 15%. مش كده وبس، كمان نقدر نقول ان الاحتياط النقدي الاجنبي بتاع اسرائيل تراجع 7 مليار دولار اليوم، بيحاولوا طبعا ده كل الكلام ده يعني. طيب دكتور هاني استاذنك، الصوت بس مش واضح، فاستاذنك لو ممكن تغير مكانك. تمام كده واضح يا فندم. يا فندم اتفضل. تقريبا 7 مليار دولار فقدهم احتياطي نقدي الاجنبي في شهر اكتوبر، فده طبعا شيء خطير جدا، انهم بيحاولوا يدعموا قيمه العمله بتاعتهم قدام الدولار. إسرائيل كان مخطط لها أن الناتج المحلي الإجمالي ينمو تقريبا ب 3%، دلوقتي متوقع أن يبقى 2.3، يعني انخفض تقريبا. عندهم قطاعات زي قطاع البناء تأثر بشكل كبير طبعا، لأن خلي بالك أن العمالة البناء كان ربعها تقريبا 25% منها بيجي من قطاع غزة والجزء اللي في الحرب والضفة، فطبعا دول كلهم ناس معروف بيجوا تقريبا بيحاولوا يجيبوا عماله اسيويه بدلهم، لكن ده عامل لهم مشكله جامده جدا ومتاثرين جدا
في قطاع البناء. البورصة طبعا منهارة، عندهم خسائر بالمليارات في الثلاث أسابيع ولا الأربع أسابيع اللي فاتت. مؤشرات طبعا الإدارة الائتمانية العالمية والتصنيف الائتماني العالمي نزل جامد جدا في إسرائيل الفترة اللي فاتت. في استثمارات أجنبية هربت، لأن حضرتك عارفة رأس المال جبان، وخصوصا طبعًا رأس المال الأجنبي، ما فيش رأس مال أجنبي هيقعد في بلد فيها حرب. فنقدر نقول يعني البانوراما اللي أنا قلتها يمكن تبين قوي إن على كل المستويات، ما بين تنمية من الناتج المحلي الإجمالي، ما بين بطالة، ما بين تناقص في الاحتياط النقدي الأجنبي، بين انهيار في البورصه والاستثمار الاجنبي المباشر، يعني متهيألي ما فيش قطاع لم يتاثر، واحنا بنتكلم في خمس اسابيع. فاعتقد ان استمرار الحرب اكثر من كده هينذر بكارثه. طبعا هم بيدعموا من الخارج، وطبعا اكيد في دول اجنبيه كتير بتدعم الاقتصاد الاسرائيلي، لكن الاقتصاد الاسرائيلي كده بينهار بشكل يعني غير متوقع. طيب دكتور هاني، يعني طبعا مازال حديثي مع حضرتك مستمر، لكن اسمح لي انوه للساده المشاهدين ان ما نشاهده الان هي مقاطع حيه وبث مباشر لغلاف غزه. مره اخرى، بث مباشر ومقاطع حيه لغلاف غزه. دكتور، هيرجع لحضرتك مرة تانية. يعني واحنا بنتكلم عن كل هذه الخسائر الاقتصادية بالنسبة للكيان الإسرائيلي، هل فكرة الدعم الأمريكي بحوالي 14 مليار و100 مليون دولار، هل ده كافي أنه يعني يحمي الاقتصاد الإسرائيلي، أو حتى أن هو يساعده في الوقت الراهن، أو حتى يقلل من خسائره؟ لا يا فندم، مش بالشكل ده. احنا اسبوعيا زي ما حضرتك تفضلتي الاقتصاد الاسرائيلي بيخسر 600 مليار دولار اسبوعيا. يعني احنا نقدر نقول دلوقتي ان الخسائر بالمنظر ده بالمعدل ده معديه 3 مليار دولار. فيعني ال 14 مليار هيكفوا قد ايه؟ يعني لو الحرب استمرت، بنتكلم في شهرين ثلاثه، محتاجين اكثر من ال 14 مليار دولار، دول كتير قوي. وكل وقت كمان، يعني كل ما الحرب بتطول كل ما الخسائر بتزيد. يعني الخسائر خلي بالك تراكميه، وانهيار البنيه الاساسيه والضرب اللي بيحصل في الجانبين بيخلي فقد الوظائف يزيد اكثر، بيخلي استدعاء الاحتياطي من الجيش يزيد اكثر. كل ده بيزود معدلات البطاله، بيقلل الناتج، فبيبقى الخسائر اللي احنا بنقول دلوقتي تقدر على فكره دي تقديرات البنك المركزي الاسرائيلي. صحيح. يعني البنك المركزي الاسرائيلي ذاته هو اللي بيقول احنا بنخسر. ده اللي احنا ذكرناه يا فندم. طبعا صحيح. بالظبط. فهم يعني اقصد دي بياناتهم هم. صحيح. فاذا كان بياناتهم هم بتقول كده، ما بالك اذا بالواقع ايه، وبالاثار التراكميه للفتره اللي جايه هتبقى صعبه جدا. يعني اقتصاد حرب وحرب بتدمر كل شيء فيها. دكتور هاني، يعني بالطبع قطاعات عديدة تضررت إثر هذه الحرب، أبرز القطاعات اللي تضررت، وتحديدا كمان حابة أعرف من حضرتك لأي مدى تضرر قطاع التكنولوجيا في لدى الكيان الإسرائيلي، خاصة أن هذا القطاع هو كان يعتبر بالنسبة لهم هو قاطرة التنمية. بالطبع يا فندم، بالطبع الفترة اللي فاتت دي خروج الاستثمارات الأجنبية من إسرائيل والتأثيرات اللي احنا ذكرناها في قطاع البناء والبنية التحتية والكلام ده كله عطل جميع القطاعات، وانهيار البورصة في حد ذاته بيؤثر في أداء الشركات. فتخيلي حضرتك خسارة البورصة بالمبالغ اللي ذكرت دي، أو المبالغ اللي بتتوقع في حدود 25 مليار دولار ان هي خسائر في البورصه في خلال اربع اسابيع. كل ده معناه ان القيمه السوقيه للاسهم لكل الشركات المتداوله في البورصه تقريبا تاثرت. فده هيلقي بظلاله على جميع القطاعات، قطاع الاي تي، التكنولوجيا زي ما حضرتك تفضلتي، قطاع البناء، جميع القطاعات اللي موجوده في اسرائيل هتتاثر، لان في حاله من التوقف، حاله من الشلل، حاله من خروج الاستثمارات الاجنبيه، حاله من انهيار في البورصه. يعني حاجات كتيره جدا هتخلي كل القطاعات متاثره، مش بس قطاع الاي تي او قطاع البنى او كله، يعني ده حاله عامه في كل القطاعات. طيب دكتور هاني، ايضا يعني الحقيقه انه الكيان الاسرائيلي فقد، او عفوا يعني في حصار مطبق على قطاع غزه من 2007 تقريبا، وبالتالي حصار على المعابر وعلى حتى دخول
البضائع لقطاع غزة، وبالفعل هو اللي حتى يمكن الاقتصاد الإسرائيلي حقق نمو بسبب هذه البضائع، دخول البضائع الفلسطينية عبر معابره. فبالتالي الاقتصاد اقتصاد غزة والاقتصاد الإسرائيلي لحد ما فيهم تشابك. أكيد طبعاً، أكيد هم كمان بيعتمدوا على العمالة زي ما ذكرت، يمكن إن 25% من العمالة في قطاع البناء، وغير طبعاً وفي القطاعات الأخرى من العمالة الفلسطينية، وفي حجم تجارة كبير، لأن خلي بال حضرتك حجم إن القطاع المحصر ده بيعتمد في معظم سلعه على سلع إسرائيلية، ففي تبادل تجاري في اتجاه واحد أكيد، يعني لأنه هو جزء محاصر، فكل اللي هم بياخدوا منهم عمال بيستفيدوا منهم، لكن يبيعوا لهم كل السلع وكل المنتجات بتاعتهم اكيد اتاثرت. انت بتتكلمي في 2 مليون و400 الف، يعني برضه بالنسبه لعدد سكان اسرائيل رقم كبير، فيعني 2 مليون وشويه ده مش رقم سهل، يعني كل مستلزماتهم وكل الحاجات اللي بيعوزوها والادويه ومعظم السلع بتيجي من اسرائيل، فطبعا دي خساره لهم، لكن هم للاسف المخطط زي ما حضرتك شايفه يعني انهاء القطاع اصلا، يعني هم بيضحوا بكل حاجه في سبيل ان هم يعني يحققوا انتصار على الارض، واعتقد ان ده مش ان شاء الله ما يحصلش يعني بالشكل اللي هم عايزينه. اعتقد كمان يعني هم تفاجئوا الحقيقه بما يحدث على ارض الواقع في قطاع غزه، لكن برضو في سؤال اخر يا دكتور هين، يعني لاي مدى يمكن ان يصمد الاقتصاد الاسرائيلي؟ يعني حتى زي ما حضرتك تحدثت، حتى الدعم الامريكي او اي دعم لا يمكن حتى ان يقلل خسائر الاقتصاد الاسرائيلي. هو بص يا فندم، لحد امتى يصمد ده معتمد على ما يقدم له من دعم، لانه تقريبا بالمنظر ده يمكن شهر والتاني والدنيا هتقف، يعني بكل المقاييس الايرادات التجاريه اللي بنقص 15% دي، والعجز اللي موجود دلوقتي هيتفاقم وهيزيد زي ما انا ذكرت من شويه، فمهما كان يعني الدعم انا شايف ان هيجي وقت من الاوقات مهما كان الدعم اللي هم بياخدوه مش هيبقى كافي، لان الاقتصاد هيتوقف ببساطه شديده، ما حدش هيشتغل، ما فيش ناتج، يعني هياخدوا دعم للاكل والشرب بقى، يعني هيدعموهم بقى كانهم محاصرين وبياكلوا وبيشربوا، فانما ان تستمر اقتصاد بقطاعاته الزراعيه والصناعيه والتكنولوجيه والخدميه الاربع قطاعات الاساسيه يعني في الاقتصاد ويشتغلوا، لا اعتقد ان ده هيبقى هيصل لوقت قصير قوي هيحصل شلل تام في مجالات الاقتصاد مهما حصل من دعم. الدعم ده يخلي الناس تعيش تاكل وتشرب، انما مش اقتصاد، عمر الدعم والمعونه ما هتقوم اقتصاد يعني. طبعا ما يقدرش عجله الاقتصاد اكيد. طبعا وخصوصا الاقتصاد الاسرائيلي كان اقتصاد شغال في كل المجالات، يعني وبيصدر وله اولويه في صادرات لامريكا وفي الاتحاد الاوروبي، يعني مفتوح على العالم كله، يعني العالم كله بيساعده وبيشتري بضايعه، فده هيتاثر طبعا، ولا يعني مش من مصلحته استمرار الحرب باي شكل من الاشكال. طيب برضه على جانب اخر يا فندم، يعني اذا ما توقفت الحرب على قطاع غزه الان على سبيل المثال، الاقتصاد الاسرائيلي يحتاج قد ايه كي يتعافى، خاصه ان هو فقد كمان عنصر مهم وهي العماله اللي تخلى عنها؟ طبعا هم بيحاولوا يجيبوا عماله اسيويه عشان يقللوا الخسائر، لكن الاقتصاد لما يتدمر، خلي بال حضرتك ان انت بتتكلمي في حرب شهر ونص ولا 45 يوم، لكن تاثيراتها ولا كانها حرب بقى لها سنتين. صحيح. انا اعتقد ان احنا محتاجين سنين، يعني لو وقفت النهارده زي ما حضرتك بتقولي، انا شايف ان احنا محتاجين ولا سنتين ثلاثه على من يعاد تشغيل الاقتصاد كما كان، يعني خصوصا في الظروف المحيطه، يعني برضو عالميا الوضع مش سهل. صحيح. ان الاقتصاد يقوم من حاله من الانهيار، يعني اقتصاد العالم كله في ازمات وفي حرب روسيه اوكرانيه ولسه جايين طالعين من الكورونا، فالاقتصاد يعني ما بيتعافاش بسهوله في الوقت ده، لا محتاجين سنين لاعاده بناء دمارات الحرب. يعني الحقيقه بشكر حضرتك جزيل الشكر يا فندم على كل هذه الايضاحات. دكتور هاني الشامي، استاذ الاقتصاد والماليه والعميد السابق لكليه التجاره جامعه طنطا، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم.